أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الحوت الأربعاء 18 أغسطس آب 2021. حان الوقت الآن لإجراء محادثات واجتماعات عاجلة مع الأقارب. تشير التأثرات السماوية إلى أنك لن تكون قادرا على إخفاء مشاعرك خلف واجهة حلوة ومبهجة. سيتم إسراءك بمعرفة جديدة ومفيدة ستجلب لك فائدة كبيرة. خذ وقتك وتحلى بالصبر. تريد تحقيق أهدافك لكنك ستقابل باستمرار عناد الأشخاص من حولك. ضع في اعتبارك ما هو الأفضل، سواء الذهاب إلى حفلة أو البقاء بمفردك لفترة من الوقت. السفر فقط إذا كان لديك اجتماعات عاجلة. ستندهش من النجاح المالي الذي تحقق خلال المهام المكتملة منذ فترة طويلة. أنت تتطلع إلى تغيرات أو أخبار مواتية تتعلق بحياتك الشخصية. كن مسؤولا ومعتدلا وامتنعا عن التصويت. عاطفيا، لتحقيق التوازن بين الطبيعة النارية للمريخ، حاول أن تكون دبلوماسيا ولا ترفض المساومة. عندها فقط ستكون في وئام مع الحب. كن صبورا وعمليا في اتصالك. قد تكسب حسد الآخرين. أنت متوتر وعصبي. أي نوع من السفر لمسافات قصيرة سيكون ناجحا للغاية. فكر في خططك المستقبلية القريبة، وسيساعدك التقييم المناسب على التوصل إلى الاستنتاجات الصحيحة واتخاذ إجراءات لازمة. نظم روتينك اليومي بشكل مختلف، فأنت بحاجة إلى التغيير. اعتمد على حدسك الذي سيقودك إلى تصحيح الإجراءات في أي موقف. مهنيا، تحدث إلى زملائك حول مشاكلك في العمل وابحث عن حل، وتابع بثقة نحو الأهداف المشتركة المحددة. افعل ما تفعله بشكل أفضل. خذ الأمور خطوة بخطوة وتحلى بالصبر. الصعود معك إذا استقرت علاقتك وتطوراتك تمنعك العاطفة من التوافق مع احتياجات الأشخاص من حولك. الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في التغيرات في حياتك. ستكون الرحلة حتى في يوم ممطر منعشة. لا تنزعج إذا رأيت أن ما هو مخطط له يحدث بشكل أبطأ مما هو متوقع. أنت تستمتع بالنجاح في الحياة، لكن من الجيد إجراء تقييم حقيقي للموقف الذي تعيش فيه. تحتاج إلى أن تكون أكثر تحفظا فيما يتعلق بأموالك الآن. كن مستعدا للصعوبات التي يسهل التعامل معها إذا حافظت على هدوءك وحزمك في عقلك. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.